حياكم مره ثانيه اخوكم عبد السلام، وحياكم مره ثانيه سلسله بترو. كان الحين وقفنا عند بوربن يوم قال وصلنا لما الجسر اسمه رهيب، وقال دون بلاي هيرو بوي، فاحنا ما راح نلعب الهيرو. يلا بوربن اوكي من هنا اجل خفتني اقول تروح مكان غلط. تكاس ماسك يب. شوف اسمع. وراك تناديهم. تشوف بوربو نفقع. ما يستاهلون ما يستاهلون ما يستاهلون. ورا نداهم. مشكلتكم الحين. وش فينا؟ هلا والله. اوكي يا سلام. ما ضيعت وقت. ايه ريلودنج راح انت هناك لحالك انا بمشي. تقول لازم اساعده. قال لي دون بلاي هيرو بوي خلاص اجل بدك تناديهم انت لمك. كل شكل لازم اساعده هنا. شلون خلنا نقعد معه. خلنا نرجع على السريع. الناس شكل جوجا راح ندعم امير بيتشز تقول اوكي. لو انك ما ناديتهم وجبتهم ليك كان بيصير معك رصاص. حتى انا بعد قاعد اعشق معك. يلا في عدم سات حلو. وش لما تذبح قناعك يطلع عليه دم تضغط الوان يمسحه. لو في مطر شيء بده يمسح قناعه. حركة حلوة. لانك ما طلعت كنت تصرخ وتطلق بالشت كان حقك الرهيب اللي والله يا ريتك تموت عشان يبيه. كان وضعي سليم. لازم نطفي النور حقنا. خليك ساكتك يا بوربن. صوت تحس كانهم من كل مكان. انقلع. عشك. ضرني الله يخليك. ادعس. احنا بغينا نموت لانك حمار. ابو بوقت درافاتك تكفى. كيف فولات بنفس يقدروا حقين مترو اللي يسوي مترو يشتغلون على فولات. قال نروح.
احنا ميتين عن الحالتين لو يا الرشاش ذا ما يجيب شيء. وقت الحين البطارية اشحن جوالي. اخ. الرشاش ذا بسرعة. انتظرني شوية بولبن بعشق كابل البطارية. في شيء هنا؟ لا. الذين يسحب علي خلك جيبني معك. شوف اذا ما بيني قل لي ما بيك معي. يا ساتر عدني ما ذبحت احد انا اختفى. اصبر. طاقتي فل. سوكا. As if Nasalis is behind us were not enough. Now we're stuck in fucking graveyard. Artyom, search the bodies. I'll try to get our asses out of here. اوكي. لقيت ثنتين طلقتين 20 رصاصة. كفن. Great ones. The great ones, dark ones. Bloodborne, the great ones. في شيء يعلمك ان كان هذا ابو شيء غلط. Nice little grill. I promise you dear I will come back and lubricate you. Also get you new paint. Oh the great door. I hear you are calling me. Yes my mistress. يا بوربن مو بوقته. بورما ترى الشرع محل الاربع. ادخل الحين لا نموت. What the hell just happened to me? Artyom, did you hear those songs? I wouldn't wish it on an enemy. الحين تقول انه بولشيت؟ هالشي اللي تو صار هذا كله الحين صادق فيه وش باحنا؟ ارتاح اللي ساعدنا تو مين؟ احد الدارك وانز معناته انهم هم مو باشرار. اي لاحظ اسمع. اسمع. كذا مره ما اقدر اتنفس واليد نفسها تبدا تنبض. بسم الله اوب اوب لا. شكرا. بسم الله رجعت. يا بوربو لقيت مفتاح. يجي يقول شي افتح ما ادري. يا رصاص مسدس مرة كامل عندي. حلو لازم اجي من هنا اتذكر انه اقدر ننزل من تحت. اوب بسم الله. يجيبني بكره وقت اني مثلا هذه اللعبة مثلا لازم تقول كان ريزن ديفل يعني تسمع موسيقى ولا شيء هنا. هاتيا
احسن لي انك كبت عمري. يب انكل بوربن. ها انكل بوربن هن راح. Hey, people, open up! Don't let your two-legged brethren die a foolish death. You want to get turned, Bob? Are you deaf in there? We're going to be eaten. Don't run around, jealous. Motherfuckers! Who the hell did you drive with you? Damn yourselves! You don't have control of it. We'll send you out of it. Artyom, hang on. الأشياء الحلوة بعد انهم هنا تحسنهم مع بعض يساعدون بعض، يعني ما تحسنهم كلاب واشرار. خلاص انسى انقلع صراحة الأسلحة اللي معهم ذول. انقلع 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 في احد ثاني. اوه في احد ثاني. اوه هلا. Do as he says. These guys have no sense of humor. Keep playing tricks. Bourbon, old friend. Is that you? And I've given up hope of ever seeing you alive again. Simon, look who the snout scared out. God damn it. We stepped in this shit now. Hey, Mikhailovich, what a coincidence! I was just coming to visit you! You hear that, boys? Set out the good dishes! Bourbon's come to visit! Now, we're running off, Bourbon! We've got a little job to finish, then we'll get back to you. Remember where you should wait for me? I do, I do! Uh-oh, شكل بير, شكل خاين هم ولا شيء. I can help you, remember? You get me right? Absolutely. عندك مالي انت معهم. شو والله انا جيت معك اول ما ادخل هنا تفتح علي بقول انا ما اعرفه تراي انا بس جيت معه عشان بس باخذ وحدي بالاي كي. هذا اول شيء بسويه انا ببري ذمتي. I'd never seen a market like this. You could buy almost anything. But Bourbon owed money to the Hansa sentries and was anxious to leave. Pedro. Holster your weapons at once. Who are you? Come into the light. Slowly, slowly. I'll be damn. Bourbon. Bourbon. Hey guys, we'd better search these two. So, you all drunk. What are you carrying this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little. And you keep an eye on this one, huh? شديني أشتري. دمور. كي يصبر علي يا ساتر. Still, I'm talking to you. سام يا ساتر. Yes, I never get here without Bourbon in his home everywhere and he knows everyone. بيضرب كل واحد يبي يضربه. Sure, I suspect the locals did have some old gripes with him, but looks like Bourbon sorted out, which is hardly surprising. Since Prozorsky Marina belongs to Ahans and trading in the circle of the line stations, the richest of the metro states. States, I think Bourbon had betrayed.
يب يقول لكم بيرمن شلون هو خانهم، بس انهم يعني ما يقدرون يسببون مشكله لان هي اكبر المدن الرئيسيه، وان هي باختصار زي ما تقول السوق حقهم. Okay, these two may pass. Welcome to the market. Let's move our asses. Or would you like to enjoy their company a little more? لا 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 خلنا نمشي. Hey, watch your tone. We're in deep shit. No way I can pay back those railcar guys. Yeah. We'll be lucky if they let us shovel shit for the rest of our days. حتى هو نفسه يقول له أنا ما عندي فلوس أنا أدفع لهم. Can't go to Hansa. Look, oh, here's some cartridges. Go get a couple filters, will ya? I have an idea. I'll go have a talk with a certain someone. We could either meet at the local bar or I can find you elsewhere. Well, off you go. You have around 5 minutes. Okay. عندك 5 دقايق. يعني بعد ما جاء الأكشن وكذا يقولك يلا يعني تمشي استكشف. The boss is busy. Come back later. تمام بالبوس boss أنا. How about some moonshine? What's the occasion? Driver's day. أنا بيع أنا ترى بضيعت خمس رصاصات. توقعت أن فينا قصة أنا بيسمع دايلوج أنا معين. يلا خلنا نشتري ال هلا وش في عندك هذا الشوت جان شامبلر عطني اياه طيب عندك سوي تريد تبدله تعطيه نص الاغراض نصه ويشيل عنك مثلا سعر النص تقدر تاخذ الشوت جان بشتريه ممكن ب 25 رصاصه ينقصه من التوتال برايس شوت جان اوفيشال ميديوم رينج اوكي عطني اياه باسترد جان انا ما ابي بيه خياس تريدن هذه مشكلة لا والله بنده مسكت هو قال لازم نشتري فلتر صح؟ خلنا نشتري 20 اوكي وضعنا سليم يلا The passage is open for residents and local workers. Yeah, Elijah. I am Bourbon. Bourbon هناك. Hey, that's Sean. Leh, la. I'm not that. Yeah. Ah, ليه لا. Okay. طيب. Okay. Bourbon. Arrangements with the guy here. He's a greedy asshole, but we can't do anything about that. Great, let's go then. Oh, but that's not right. You know the way. No. Okay, let's go. No one. If anyone reads me, respond. It's Moscow, Market Underground Station. Bourbon? As if you don't know. Cough up and get out. I've already paid, Mike. You didn't pay me. But if you don't want to go to... كل واحد يبي فلوس من بوربن. Shit. A pleasure doing business with you. All right, all right. Just kidding. This is Moscow Metro, over. Get ready, everyone. The gate's opening. Are you sure, Commander? Take your positions! Cover me! Damn. I hate this so much. ليش بوربن قال خذ الفلترز عندي خطة أنا مهبولة.
الخطة وشي بنطلع على السطح. الا وراك يا بوربن. افكع يا جماعة. حتى هو طالع برضو نكبهم. When we emerged into the ruins of Moscow, I felt both fear and sorrow. But after a life on the ground, I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape. So that's the dead city, grunted Bourbon. Welcome home, Artyom. لاحظ حياك الله لبيتك يا أرتيوم. هذه المدينة بعد التلميحات الحلوة وشي اللي تكلم عنها. Be really careful now. عارف يا بوربل إنه لما تمطر يقولون مطر يعني كأنه أسد. Stalkers. Those crazy devils come to the surface almost every day looking for scrap, ammo, anything they can dig up. Sometimes you find the dead ones frozen stiff, like snowmen in rags. هذه تلميحة. هذه تلميحة للكتاب الثاني أو لسلسلة ستاكر. لأنه من نفس الكاتب هو اللي سوى سلسلة الكتب حقت ستاكر. أوكي عارف شلون اللعبة تمشي يا بوربن. بسم الله. بروتكت بيدي. كي ياخذ العام وكل شيء. بس ممكن تقول هذيك التلميح اللي كتابهم الثاني رود سايد بيكنيك ولعبة ستاكر. قفلة لان هذا بينفقع بوجهي. طبعا حريصين انك دائما تستكشف. انا مضمونك بتلقى شيء. ما لقيت مفتاح. From the very day I ended up in the metro, I've been dreaming to go back up and seeing the magic of the city of my dream again, the living city of childhood memories. But what I actually see is the surface is an apparition nightmare. I can't recognize it, I can't believe I used to live here. How my mother and I lived here, how happy we were, even her face can't remember of it. How I hope that her face, her smile would come back. The motor app here, I didn't happen. I'm all alone, all I have at home, no. يتكلم عن متر يقول يوم يوم شو رقيت هنا يقول على الاقل يمكن اتذكر شلون كنت عايش هنا. ابغى اتذكر ابتسامة امي. بس انا يقول لما تذكرت يقول انصدمت انا يقول هذه المدينة اللي انا عشت بها. قلت لك يعني المقدار الكافي من الاكتئاب باللعبة. يعني مو كله كئيب الصياح حزن بداية النهاية لا يعني المقدار الكافي تخلي العالم نفسه يتكلم. اوكي الحين عنده المفتاح. هذاك هناك. بس بعدين هذي يستخدمون المدينة زين بلاست لايت لأنه بلاست لايت تبدأ توضح أن تشوف أرتيوم نفسه يبدأ يتوهم. يبدأ يتوهم يشوف الناس يشوف أشباح. يعني بلاست لايت أحسن مضبطه أكثر أشياء به. ما في جزء مترو كرهته حتى بعد إكسيدس. إكسيدس على أخطاء لازلت أنا يعني ما حبيته برضو. مو ما حبيته يعني ما قلت أنه خياس. كان بقى بوكزي لليلي. أنا قلت لك لا. بس اوفرول يعني اللعبة كانت ممتعة. ودي ارجع لها. يمكن ارجع لها بعد ما اشتري الاضافات حقتها. اجربهن. يلا وين بوربون الحين قاعد ينطق ودي ارتيوم. بوربون يلا. ريدي ليتس جو. يلا.
We've got to reach the air shaft, which we'll use to get to Dry Station. Then we go our separate ways, and you'll get my AK like I promised. Allez. شوف من قوة الثلج يعني نفس أكثر شيء يعني تحس إن المطر نفسه يثلج هو نازل. أوه شوي. Stay hidden. If we meet the beast in the open, crawl into the nearest crevice. Some people call these demons. I call them bitches. كم واحد أنت تسميه كذا يا بوربل؟ So that's the dead city. Welcome home, Artyom. أكيد يلا بسم الله. شكرا يا بوربن. واو 10 من 10. شكرا يا بوربن. Don't step in the puddles. You'll get irradiated and shit. See that gated building? Your target is a vent in the backyard. Okay. To Dry Station. I'll wait for you in the building. There's a ranger hideout on the upper floor. Make it quick. Don't eat yellow snow. ظريف يا بوربن مش بس الله يخليك. معلش اللي حبن هذه ترى مهب مهب موية. تحس انه زي النفط. أو كم بده يروح؟ شكرا. الأكسجين صح. يلا أتذكر احنا كنا لازم ننزل من هنا. من هنا صح. يجي احد الناس تسمعه يقول يعني حتى بعد مع الاكسجين وكلش لا يزال يعني التنفس عنده صعب. انقلع صح نسبي قاعد فوق. اوكي نكمل. ايش في هنا؟ شيء. انا هون بعالم متو على طول اول شيء بسويه انا بصير ستاكر. هذا اول شيء بسويه انا. تخيل تطلع تستكشف مدينة زي كذا. مكسر قاعد تحت محبوس. شيء ثاني ضيعته هنا. انت ضيعتك انت. اوكي عطني. اوكي. الحين لقينا خزنة بس ما لقينا مفتاح. طيب انا حابس الحين نرجع عند الحين الاشباح فوق. بس نصوت طلاق ماجنم. هاي احد المسات الحلوة تسمع المدينة شلون كانت قبل ما تموت. ما فيك تخيل تسمع انت يقول حياة ولا شيء تبدا تناظر تسمع اصوات
هاي السلسلة ذي رهيبة. كده هذا ما كان شيء. وين المفتاح؟ إذا ما لقيت عاد نمشي لأنهم ما بنلعب بأشياء لازم. ما في شيء هنا جا بعد. هذا صوت طلاق الماغنم هو بصوت أو كان طلاق شاتجن. ما أدري. هنا. هلا والله. شكرا. ولا. وحش. عطني ياه. شكله ما شريته لين اتذكره. المشكلة بس لعلا وش هو قوي وكويس وكاتم بس كذا تعشقه. نستخدم زي الهواء. هذه مشكلة السلاح. هذا الشبكة بماغنم يطلق ويعشق. شيء نضيع هنا هنا. هذا الماغنم حقي. يلا. الشكل ما في شبكة. ممكن عطني ثواني عطني ثواني انقلب. في ثاني يلا عاد خل نروح هنا. اوكي بدي القناع. لا مو بهنا. يلا ليتس جو نرجع خلاص انا اطلع من هالمكان ذا الكئيب. وين رايح سن؟ يلا عاد شكرا الله لقيت مفتاح. انا كتبي انا اعرف شو بدك الخزنه اللي بها رصاص اكثرهن. طلعنا خلاص. نقدر نرجع بس الطريق راح يصير مره بعيد لدرجه انه يعني ما يستاهل. اوتش 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 اوتش. السلاح ذا خياس. السلاح ذاك ما ينفع له بس انك قاعد تتسلل. ما ينفع انك تحارب وحوش. اوكي انقلب. تصير تحتمي يا حيوان. هنقلع. ساتر مشطين بالرشاش وبرضه معي. يا حد هنا. اوكي قبل الباب. انقلع. يجيبني حتى ارتي من فتح الباب لو طلع بوجه قال اوكي قفل الباب. هل قيد ان صورت احد المطورين ولا شيء؟ الله ايش فينا؟ حلو. خلاص القناع ذاك منكسر لان القناع ترى تنكسر واذا انكسر مره ما تقدر يعني تبدا تتنفس. يعني انكسر قزاز. والشاشه نفسها تصير مشوشه ما تقدر تركز زين. قاعد يحاول يتكلم معي.
هذا الدارك وانز احنا نتكلم معك. صوته بدي تخوف. ليه نسى غلاية عش نسى الشاهد ولا حتى انه كان في احد هنا يعني قريب بعد. تلاحظوا متقارن مدينتين مثلا مدينة فول اوت ومدينة هذه مترو. مدينة فول اوت تحسن يعني ميتة بس لازال عندك تستكشف في احد عايش. هنا تلاحظوا مدينة مترو تقول ما في احد. عشان كذا لما تطلع دائما تحس يعطيك شعورك انت الوحيد اللي هنا قاعد برا. اوكي لازم نشحن بطارية. ممتاز يلا. خلنا نشوف. والله يعني حتى بعد نفس الفلترز عندك ما يكفل. على الاقل هذا الرصاص بعضنا اللي ما نستخدمه نقدر ابيعه يعني. اوكي يلا. اسمع بوربو الحين قاعد يطلق عليهم. ما احسن احس اوه. ضرب القزاز كان فكرة يعني غبية. عشق عشق مين الأم داعية عليه يلا. ها تنقلع. انقلع. عشق 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 عشق. اخوي انقلع مت. اوكي. كلهم ماتوا خلاص احنا نقدر نطلع احنا مرتاحين. اوه هلا والله. شكرا على ثلاث رصاصات. القعدة هنا برا انتحار. ليه؟ لأن فوق انه بعد الوحوش فيه الاكسجين ما تقدر تتنفس. والقناع وش بيعطيك دقيقتين؟ او دقيقتين هذه مرة كانت تستاهل. عشان كده تشوف الناس يطلعون برا كل يعتبرون انتحار. حتى بعد ما انت تصير سبارتنز، سبارتنز نفسهم يعترفون احنا بنموت ان طلعنا. وكل ردود فعلهم يب. واو. شفت تمسات زي كذا رهيبة. يعني تعمل نفس الصوت اللي تسمعه هنا على الشجر ولا شيء الجسر مع نفس صوت هذا المشنوق. هذا ايش معناته؟ عندك تولع النور. ف تقرب كذا. اوكي لحظة لقطة مرعبة. صوت الانذار هذا يخوفني. صوت الانذار هذا مرة اكثر شيء يخوفني.
So strange to think that a man used to be the sole master of the world. Now it's owned by totally different creatures, and the sorry few remain and have hide like cockroaches. صار يقول أول ما شفت يعني شو يعني غريب الإنسان كان هو أقوى واحد الحين تغبوا مثل الصراصير. شو تسمع الصوت تسمع طق طق ناس يمشون. يعني مثلا بعض العاب مثلا مبنى مسكون ولا شيء زي كذا أدل غصات مبنى مسكون شيء كذا اللعبة ما تروح تقول لا المدينة بكبره مسكونة وأنت تقول أوكي. خلصنا استكشافنا كذا لو تحت شوف اختفى والكرسي اختفى وترى هذه جدا منطقة ذي هذه منطقة فرعية مو بلازم تجيها يا اللعبة ذي رهيبة هذا مرعب اكثر من شخص مثلا واحد مثلا باللعبة هي ريزيدنت ايفل 5 في افريقيا مثلا واحد يبدي يضربني بعصا ولا شيء ولا ريزيدنت ايفل 6 اللي بواحد مع سكين يقول معسوقة يعني ديمونز خليه يمشي شكله ماشي شكرا عندك العافية يا رصاص بس مو بالمكان المفروض يجي من هنا المشكلة هنا انك تطلع الطريق مو بواضح دايم يعني عندنا يقولك تستكشف بس ماشي الطريق نفسه مو بواضح دي طبعا راح اسمع الاصوات حق اطلاق النار أنا جيت من هنا أصلاً أصبر. من هنا. يس. بو. شكراً. خلنا القنبلة. بيحتر فخ هنا والله إنه وسخ. هوب بسم الله خبرنا ذكر الكتب حقت مترو نفسنا اول مره طلع عن بنت كانت فري ويوم لو تقارنت في احد الالعاب اللي جايبين الكتب عنها الكاتب حق ذا ويتشر قاعد يطنز على الالعاب يقول خياس وما منها فايده بينما الكاتب حق مترو يقول لا يلا امشي خلينا نشتغل مع بعض مستانس انه بيبدا بمترو ولان مترو اول شيء طلع عن بنت كان فري بعدين صار الكتب ينباع بقروش وللحين ترى تجيك تلقى الكتاب فري عنت قريته ممتعه انا خبرا قريت اول كتاب وثم قريت الكتاب حق ستاكر رود سايد بيكنيك بحيث انه وصف الفضائيين الجو للارض يعني تعرف شلون متوقف على الشارع مثلا توقف على الشارع وتترك مثلا قل انك تغديت وشي تترك زبالاتك هذا باختصار نظام الفضائيين جو وتركوا زبالتهم عندنا ومشوا رود سايد بيكنيك يعني وليمة على الطريق جو كوكب الارض اكلوا وجدعوا زبالتهم ومشوا بس زبالتهم هي اللي اشياء اللي يبونها الناس الفضائيين يشوفون زبالة بينما الناس يشوفون اكثر شيء حديث في العالم هنا هجمني بس هلا بوربن يلا وراك يا بوربن بوربن يعني احبك
Let's get moving along. Shit! لا ابدا ما اسمعهم ابدا ما اسمع شيء اي صوت يا بورب ما في شيء طريفا لا تاكل الثلج الاصفر انا ما باكل الثلج هذا هو ابيض انقلب عشق 2 6 اي ما عليك 1 2 6 عارف عاد او وراك بوربن او ديمونز او اوتش او بوربن جاك جاك وراك وراك يا بوربن او او اوتش 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 بوربن وصلنا النهاية هجل اتذكرت الله ينذكر لان هنا خبر اني مت انا كنت قاعد احارب الديمونز As we went underground it struck me that my city was now a foreign and hostile place I felt safe here in the darkness of the metro more so when Bourbon claimed to have friends at Dry Station يلا الله يحفظكم ويطيح شبابتكم الف الف حفظ على المشاهدة ان شاء الله يرجعنا راح نبدا بالشابتر الثالث اللي هو خان واللي تشابتر اللي بعده هو اللي انا انتظره لانه هو احسن تشابتر بالنسبه لي كما اخوكم عبد السلام يعطيكم الف عافيه على المشاهده ومع السلامه